أنهن نساء وأمهات مغتربات اخترن عيد الأم للتعبير عن معاناتهن. العاملات الأجنبيات احتفلن بهذا العيد في إطار مشروع تعزيز حقوق عاملات المنازل المهاجرات إلى لبنان. رفعنا الصوت مجددا مذكرات بحقوقهن، لا سيما تحديد ساعات العمل بثمان والحصول على يوم عطلة وإلغاء نظام الكفالة. المشاركات في الاحتفال قدمن رقصات تقليدية من بلدانهن. وللشعب اللبناني وجهنا رسالة. Ils nous ont déjà acceptés dans leur pays. On a abandonné nos familles, notre pays, nos enfants, nos maris, nos femmes, et nous sommes ici. Il faut qu'ils nous acceptent comme l'un de leurs membres, du membre de leur famille. I wonder how a beautiful country who receive a lot of nationalities, who a country who is not flexible. To accept them as they are. على طريقتهن خلقنا الفرح على الرغم من المعاناة التي تسببها لهن عنصرية البعض من جهة ونظام الكفالة الذي تعتمده الدولة اللبنانية من جهة أخرى.